قلت شباب سأطرح عليكم سؤالا واخذوه بقواكم، لا بد تتحملون هذا السؤال. سأسألكم واجعلوا مشاعركم في نفوسكم، لأني أعرف أن الحالة أكبر من المقال. قالوا شو السؤال؟ قلت لو استدعاك إدارة المدرسة، استدعتك إدارة المدرسة وأخذتك وحيدا في غرفة ونبأتك أن أمك قد فارقت الحياة أو والدك، كيف هي مشاعرك؟ تفاجأت أن عيونهم اجتمع فيها ماء الحياة، والله العظيم اندهشت وأنا أرى إلى بعضهم كيف أن عينه عجزت أن تحبس ماءه، حتى أن الموقف ما تخيله فضلا أن يعيشه. فقلت لهم هل أمك راضية عنكم أنت الآن في دراستك هنا في المدرسة؟ طيب لو خرجت منها ولم تعود إليها، والله لتمنيت أن تخرجها من بطن الأرض فتقبل قدمها رجاء أن ترضى عنك، فأحسن إليها ما دام أن روحها وروح أبيك بين أكتافهم قبل أن يكون فراق لا لقاء فيه إلا عند ربنا جل وعلا.